أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الموعد الكروي التكتيكي 4-4-2. في هذه الحلقة نضع الدوري الإيطالي تحت المجهر ونتحدث عن مواقف الفرق بعد مرور 7 جولات على انطلاق المسابقة، ونعرج على إسبانيا لنتناول ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بالتحليل والأرقام، وأيضا نسلط الضوء على الدوري الألماني الذي يتصدره الفريق المغمور يونيون برلين ونتائج المتواضعة للعملاق البافاري بايرن ميونخ. مرحبا بكم في 4-4-2. أرحب بضيوف هذه الحلقة، أبدأ هنا بالاستوديو محلل البرنامج طلحة أحمد. مساء الخير طلحة. الله يسعد مساك معين، وتحياتنا لك ولجميع المشاهدين والمتابعين الكرام ولزملائنا الموجودين معنا. أهلا بك طلحة، وكذلك أرحب بمحلل البرنامج عبر سكايب من عمان محمد حلمي راشد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير أستاذ معين وأيضا الأستاذ طلحة ولجميع مشاهدين قناة المملكة. مرحبا بكم. أبدأ من إيطاليا حيث يتصدر فريق الجنوب نابولي فرق الكالتشيو بعد مرور 7 جولات وبفارق الأهداف عن أتلانتا، حيث تفوق نابولي على حامل اللقب إيسي ميلان في قمة مباريات الجولة. حقق أتلانتا فوزا ثمينا في الأولمبيكو على ذئاب روما. قمة نابولي وإيسي ميلان البداية معها، ونبدأ من لغة الأرقام والإحصائيات لهذه المباراة، نتابع ونعود. إليك طلحة، قبل الغوص بتفاصيل المباريات اليوم بعد مرور 7 جولات من عمر الكالتشيو لهذا الموسم، كيف تقرأ شكل الموسم، شكل الفرق بشكل عام، كيف سيكون في الكالتشيو؟ قريب للموسم الماضي، لطالما أنه البعبع الكبير بالدوري الإيطالي اليوفي بكل صراحة، والفريق يعني كان الفريق المتمكن من الدوري في السنوات الماضية بعيد عن مستواه، انتر ميلان لا يقدم المستويات المرجوة منه تماما مثل الموسم الماضي، بنشاهد في تنافسية، هذا الشيء لصالح الدوري بشكل عام، يعني بنشوف في تنافسية على المركز الأول أثناء الجولة أثناء المباريات، في كل مباراة بتنتهي بتختلف جدول الترتيب ما بين الفرق على مستوى، هذا شيء جميل جدا بصراحة، ولكن التنافسية موجودة، اقتراب المستوى مستوى الفرق من بعضها البعض هذا شيء جميل جدا، يعني سواء أتلانتا نتكلم عن نابولي نتكلم عن روما نتكلم عن الميلان، الانتر واليوفي موجودين حتى الآن بالمنافسة، ولكن مش مستواهم مش هذا الشيء المطلوب منهم، أداء مخيب بصراحة لكل من اليوفي والميلان. الدوري الإيطالي بالسنوات الأخيرة بصراحة لما الجاب أو المسافة بين اليوفي وباقي الفرق قلت، جمالية الدوري الإيطالي بصراحة أصبح يتابع بشكل شغوف جدا. أنا أتكلم على المستوى الشخصي، أنا بالدوري الإيطالي لا ما كنت أتابع غير مباريات القمم، يعني ديربي الميلان اليوفي إنتر، هاي الدربيات أو المباريات الكبيرة، ولكن حاليا بهذا الأداء والمستوى المتقارب بشجعك أنك تحضر أي مباراة أنت بتشاهدها. مستوى فني هل هو مقنع؟ صحيح الإثارة حاضرة، بمعنى أنه دوري بياع في السنوات الأخيرة لأنه في تنافس وفي إثارة، وبالتالي هذا يجذب المتابع والجمهور، ولكن إذا ما تحدثنا على المستوى الفني هل ترى بأنه في تحسن أم في انحدار؟ بصراحة في تحسن كبير، يعني إحنا الآن لما نتكلم عن فرق المقدمة، لما نتكلم على سبيل المثال عن الميلان، الميلان فريق فنيا مقنع على أرضية الملعب، سباليتي مع نابولي بيقدم أداء رائع أكثر من رائع، بعدين في نوعين من الفرق، مع أن هي الفرق اللي نحكي الفرق المتوسطة، يعني فيورنتينا مع المدرب إيطاليانو بيقدم كرة قدم استثنائية بصراحة بكل المباريات، مستوى فني بتشوف على أرضية الملعب، التطور اللي حصل على أداء روما مع المدرب مورينيو، أي نعم نحكي أن التنافسية الفرق الإيطالية قد لا تقارع الفرق الإنجليزية، لا تقارع الفرق قطبي إسبانيا أو بايرن ميونخ، ولكن
في على أرضية الملعب بتشاهد في المباريات، وهذا الشيء اللي راح ينعكس على الدوري، وهذا اللي في المستقبل قد ينعكس على المنتخب، على المنتخب الإيطالي. طبعا المنتخب الإيطالي اللي دعنا قبل أن نتحدث تكتيكيا نشاهد أهداف المباراة بين إيسي ميلان ونابولي بالتقنية ثلاثية الأبعاد. طبعا الهدف الأول هنا ركلة الجزاء لا حديث عنه. طبعا المباراة بشكل عام، يعني نستغل الحديث عن المباراة، المباراة بشكل عام يعني الميلان لم يستحق الخسارة فيها. نجم المباراة كان ميرت حارس نابولي، وهذا دليل انه الميلان كان قريب جدا لاكثر من مرة انه يسجل هدف. هنا التمريرة الاكثر من رائعة طبعا من ثيو هرنانديز، طبعا واحد من نجوم اللقاء، واحد من نجوم الميلان هذا الموسم، الموسم السابق. في هذا الوقت الحساس من المباريات امام منافس صعب، انت بتحتاج لاعب ذو خبرة ذو شأن على أرضية الملعب، هذا الشيء اللي كان يمنحهم إياه إبراهيموفيتش مثلا في وقت من الأوقات. ثيو هرنانديز بيقوم بهذا الدور، ولكن جيرو كان عليه علامات استفهام بهاي المباراة بصراحة، وكان سبب بالخسارة، مع أنه في جيرو ارتبط بالأهداف الاستثنائية، الأهداف الأكروباتية، ولكن على مستوى أن يكون حاضرا كمهاجم في مجمل الفرص للأمانة أحيانا يخذل الفريق. هنا ماري روي يعكس كرة طويلة إلى سيميوني الذي يسكنها الشباك. طبعا ماريو روي هذا اللاعب، يعني احنا ظنينا انه انتهى اللاعب يعني، ولكن بعمره، الا انه بقدم مستويات رائعه جدا. لو بدي اختار تشكيل الموسم بالدوريات الخمس الكبرى بختاره انا، يعني ضمن افضل اثنين او ثلاث بصراحه هذا الموسم. وتمريره اكثر من رائعه يعني لسيميوني، هاي التمريرات الخطيره جدا، التمريرات القطريه اللي لا يستطيع التعامل معها المدافع، وبنفس الوقت انت اثناء التمرير، مع اذا بتلاحظ اثناء التمرير بهذا الهدف الحارس نفسه الان هنا مربك، ايش تعمل بهاي الخروج الكرة؟ او الانتظار، اخرج للكره هاي بعكس الكره العرضيه، الكره العرضيه بتكون واضحه المعالم امام الحارس. طيب نتحدث اكثر تكتيكيا، نابولي بالرغم من انه لم يكن الفريق الافضل، او على الاقل ميلان لم يكن يستحق الخساره، الا ان فريق نابولي خرج بالنهايه فائزا. لماذا تفوق نابولي على ميلان ولماذا خسر ميلان؟ نتكلم ميلان بدا المباراه بطريقه اكثر من رائعه، اعتمد على الضغط العالي. طبعا احنا بنعرف الفريق نابولي، تكمن قوه نابولي فريق مع الكره، يعني هاي الافكار اللي زرعها سباليتي بهذا الفريق، هو اصلا فريق هجومي عاده. مع المدربين، نتكلم عن ساري كمدرب سابق، هو اللي زرع هذا الشيء بنابولي. طبيعه اللاعبين بيلعبوا مع الكره اكثر، وبيبنوا بناء بيطلعوا على مثلثات، وهذا المثلث طبعا قام بالضغط عليه المدرب بيولي، وعمل ضغط شرس جدا، وافتك عدد كبير جدا من الكرات في منتصف ملعب نابولي، وشن هجوم سريع. ونتكلم عن مساحة كانت أو مسافة قريبة بين المنطقة اللي فيها افتكاك للكرة والمرمى. ولكن يعني لما أنت تمتلك مهاجم مثل جيرو، هذا الشيء السيء بجيرو، جيرو بيحددك بنوعية واحدة من الهجوم، وأنه كلاعب يتواجد داخل منطقة الجزاء وإرسل كرات عالية وكرات قطرية. على الرغم أنك أنت في هاي الوضعية اللي أنت كنت موجود فيها الميلان، وهي الأكثر من مرة بيعاني منها الميلان، في مثل هذا النوع من الوضعيات لما أنت يكون ضغطك كبير وضغطك جد وضغطك فعال على أرضية الملعب، يجب أنك تلعب كرات على الأرض أكثر، وكرات تكون كرات من العمق. هذا الشيء ما حصل، وبالتالي اعتمد على الكرات العرضية. حصل الميلان على 3 أو 4 كرات تعامل معها جيرو بشكل خاطئ، ومن لم يسجل أو يقبل أهداف. في المقابل كان في شيء جميل جدا بنابولي، نابولي عانى في عملية الضغط اللي بيعملها الميلان، وعانى في مسألة الخروج من الكرة بالكرة، ولكن الشيء الجميل جدا أنه في حال خرج ونجح بتجاوز ضغط العالي. طبعا كنا احنا نشوف طبعا ثيو ايضا بيتقدم في عملية الضغط، كنا نشوف على سبيل المثال كلابيا والميلان كان يلعب في خط دفاع متقدم. في حال انه نابولي تجاوز خط الدفاع الاول اللي هو الضغط العالي، كان يوصل لمرمى الميلان ويستغل المساحات الموجودة في الميلان. عندهم مشكلة الميلان، مشكلة كبيرة جدا، وهي من أول مباراة أمام أودينيزي تكلمنا عنها كمحللين أداء، اللي هو الكرات العرضية. الكرات العرضية دفاعيا عاملوا عندهم مشاكل، استقبلوا عدد لا بأس فيه من الأهداف، حتى الأهداف اللي ما استقبلوها كان في فرص كثيرة واختبارات لحارس المرمى. إذن بيولي عليه أن يصحح، يبتدأ مسيرة نجاح حامل اللقب من تصحيح فقط الأخطاء، فقط هذا هو الخطأ بصراحة. وعنده مشكلة بالمهاجم، هذا الشيء مفروض عليه فرض، يعني السوق اللي دخلوه جابوا أوريجي فقط كمهاجم. ولكن مع المدرب بيولي مدرب منطقي جدا في الدوري الإيطالي، بيولي زرع شيء في الدوري الإيطالي أو في الميلان على وجه الخصوص من بعد سنوات انعجاف مثل ما بنحكيها، أنه فريق يرغب بالفوز أمام نابولي، أمام أي فريق بيدخل يسعى إلى تسجيل الهدف الأول. شخصية ميلان التاريخية عادت مع بيولي. نعم. شيئا في مباراة أخرى، يعني لو يلعب أمام اليوفي بتشاهده بأسلوب ثاني، أنه أنا مثلا بديش أكون مبادر دلع، بديش أكون صاحب ردة الفعل، أكون صاحب ردة الفعل. هاي المرونة التكتيكية على الأدوات الموجودة عنده، نجوم طلعوا من الفريق بصراحة،
أكثر من نجم طلع من الفريق، وتم تعويضه بشكل صحيح بخبرة المدرب بيولي وعمل بيولي المنطقي، وأيضا عمل مالديني لا ننسى المدير الرياضي. أذهب إليك محمد حلمي راشد، اسم ميلان الفريق اللومباردي، أنت يوم من الأيام وصفت كل عاشق لكرة القدم لابد أن يكون متيم أو على الأقل يحترم هذا الفريق اسم ميلان. ميلان سجله هذا الموسم لعب في حقق 14 نقطة، فاز بأربع مباريات، خسر مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، حامل اللقب في المركز الخامس، سجل 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف. هو بداخل كل شخص يشجع كرة القدم مشجع صغير لميلان، هذا كان تماما لنادي ميلان. نعم، بالنسبة لتواجد ميلان في المركز الخامس والفارق النقطي ليس بكبير وما زلنا في البدايات، لكن الخسارة الوحيدة التي أتت لميلان في هذا الموسم أتت أمام فريق صعب جدا، نابولي صعب جدا يعيش فترة جيد جدا إن كان محليا أو أوروبيا، فريق أوروبيا منتشي بشكل كبير وواضح أن هناك تطوير كبير جدا لأفكار سباليتي على أرض الملعب واللاعبون يطبقوها بشكل كبير، بالرغم أنه نابولي يعني خسر عديد اللاعبين المهمين لكن عوضهم بشكل ممتاز. ميلان في هذه المباراة بالذات عانى من الغيابات بشكل كبير، احنا نتحدث عن خط المقدمة ثلاثي خلف جيرو لأول مرة يلعب سويا، ديكاتلاري، كرونيتش وسليميكرز، هذا الثلاثي لم يبدأ منذ يعني تقريبا من موسمين لم يبدأ سويا في مباراة مهمة كبيرة كخصم أمام نابولي، لذلك عانى الفريق من تحويل الكرات لخطورة على المرمى. أيضا غياب لياو كان مهم جدا في هذه المباراة بالنسبة لنابولي لأنه أريح على الجهة اليمنى للفريق، ولذلك حاول بيولي أن يستخدم هرنانديز بشكل أكبر هجوميا ليكون في هناك نوع من التعويض غياب لياو، لكن لم يستطع لكونه أنه كرونيتش ضعيف جدا بالجانب الهجومي. قام بعدة تبديلات الشوط الثاني، ميلان تحسن، ميلان كان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة، لكن نابولي سباليتي واثق بالنفس، نابولي سباليتي مجموعة تعرف كيف تصطاد الخصم إن كان بأسلوب هجومي أو بأسلوب منظم، أسلوب متوازن. خلينا نحكي هذا الأسلوب استخدمه سباليتي في مباراة ضد ميلان، تحدث عن نابولي ثلاث نقاط مهمة. نابولي يعني متصدر الدوري الإيطالي، فاز على ميلان أو عفوا على ليفربول، سحق ليفربول برباعية بدوري أبطال أوروبا، يفوز على ميلان حامل اللقب في الدوري الإيطالي وهو يتصدر الكالتشو وهو أقوى هجوم بالمسابقة حتى الآن. يمكن القول أن هذا الموسم سيكون تاريخيا لنابولي سباليتي؟ يعني نبدأ بالختام، نابولي سباليتي، سباليتي دائما ما كان له تطوير واضح على الأندية التي دربها، بصراحة كان عنده تطوير كبير على روما بالرغم أنه فقد فرصة كبيرة للحصول على اللقب مع روما، كان أيضا سبب في تطوير نادي إنتر ميلان قبل أن يقال وتبدأ مشوار جديد لكونتي وإنزاغي، فلذلك هو الآن يقوم بتطوير، فعلا هناك تطوير واضح لفريق نابولي على اللاعبين وعلى المنظومة بشكل عام، وأيضا تطوير لأفكاره لأنه المدرب دائما ما اعتاد 4-2-3-1، الآن احنا نشاهد سباليتي يلعب بال 4-3-3، يستخدم زلنسكي كلاعب رقم 10 وهذا شيء جديد على نابولي بصراحة، يعني لا يوجد فريق في الدوري الإيطالي يستخدم 4-3-3 بهذا الشكل، يعني هو يحدث الآن ثورة في الدوري الإيطالي، لذلك تشاهد أن نابولي مميز جدا في أوروبا. لماذا؟ لأنه هو يعتمد الأسلوب الأوروبي عكس الفرق الإيطالية التي تستخدم 3-5-2 بشكل كبير جدا وينهار هذا الأسلوب في أوروبا، فلذلك سباليتي يقوم بعمل جيد جدا. البدايات دائما ما كانت جيدة لدى سباليتي في كل الأندية التي دربها، هو دائما ما يسقط في النصف الثاني من الموسم، هذا ما حدث معه الموسم الماضي صحيح، لكن مع العمق التشكيلي الموجود لدى نابولي الآن في الدكة وأيضا في الأساسي، ولهذا نجد أنه عنده ثلاث مهاجمين، الموسم الماضي خسر لمدة شهرين أوسيمين تأذى الفريق، لكن الآن عنده جيوفاني سيميوني، عنده عدة لاعبين يقومون بتعويض أوسيمين في حال غاب أو أي لاعب غاب آخر، هناك عمق في التشكيلة، هناك فكر جديد، هناك شباب يعني مواهب رائعة جدا في نابولي يستطيع أن ينافس بها بشكل كامل على السيريا A لآخر الموسم، وهذا متوقع أن يكون نابولي من ضمن المنافسين المباشرين على اللقب. إذن من قمة السان سيرو إلى موقعة الأولمبيكو والتي جمعت أتلانتا وروما وشهدت فوزا ثمينا لفريق المدرب غاسبريني وبهدف ثمين، وشهدت أيضا طردا للمدرب البرتغالي المشاغب جوزي مورينيو.
قمة أتلانتا وروما بلغة الأرقام والإحصائيات نتابع. إليك من جديد طلحة، الأرقام تصب في صالح روما باستثناء النتيجة، يعني كانت لأتلانتا، هل استحق روما تلك الهزيمة؟ لا أبدا لم يستحق الهزيمة بكل صراحة، ولكن كما هي كما تدين وتدان. هذه لقاءات روما وأتلانتا سبحان الله بالسنوات، الموسم الماضي روما وأتلانتا كانت كل شيء يصب لصالح أتلانتا، ولكن النتيجة تكون 3-0 لروما. فجاسبريني تعامل مع الموضوع بمنطقية. شو الشيء اللي كان إحنا دائما إحنا كمحللين نطالب فيه جاسبريني؟ هو المنطقية نوعا ما، إذا صح لك أنك أنت تتقدم على فريق أنك تتقدم ومن ثم تتراجع، هو تراجع بصراحة، وكان روما هو الأفضل في المباراة، ولكن روما بيعاني من مشكلتين. أول مشكلة كانت يعني الضعف الدفاعي، والمشكلة الدفاعية اللي حصلت حتى بلقطة الهدف الأول، سنشاهد الهدف في مشكلة دفاعية وعدم تفاهم بين خط الوسط وخط الدفاع، ومشكلة هجومية. أفضل من أفضل الصفقات اللي أبرم في الدوريات الخمس الكبرى الموسم الماضي تكلمنا عن إبراهام، ولكن إبراهام شوف يعني شوف المساحة الشاسعة، هذا احنا نحكي عن خلل حصل في خط الوسط، لأن هاي المنطقة يجب أن محمية يجب أن تكون محمية ومغطاة من لاعبين خط الوسط، من لاعبي الارتكاز. الفريق يدرب جوزيه مورينيو. نعم، هاي مشكلة الأخطاء. حتى الموسم الماضي الفريق يعني أفكار، لا يمكن أنه فريق ينجح بدربه مورينيو وعنده مشاكل دفاعية. الموسم الماضي هدايا بالجملة قدمها قلوب الدفاع للفرق المنافسة، هذا الشيء بيظلم مورينيو. هذا خطأ فردي، ولكنه نعم. خطأ فردي مركب لأكثر من لاعب. طبعا هو خطأ فردي، هو خطأ أفراد. لا أعتقد أنه مورينيو خطة مورينيو تواجد سبعة، لكن هذا الفراغ ما بين الخطوط، تركيز كبير للاعبين داخل منطقة الجزاء، وأيضا هناك فجوة كبيرة خالية من لاعبي روما نتج عنها الهدف. نعم، هو خطأ فردي ولكن مركب لأكثر من لاعب. طبعا وبهذه الحالة طبعا يسأل، طبعا من هون بنسأل عن خطة المدرب في مثل هذا، إيش التدريبات اللي تعطى للاعبين؟ يعني في حال أنه التدريب هون في مثل هذا الوضع الموقف في حال أنه كانت الكرة في الثلث الأول من ملعبنا، المهاجمين وين لازم يكونوا؟ إذا المهاجمين بالتراجع لازم يتراجعوا ويقفوا على مشارف منطقة الجزاء، ولاعبين خط الوسط تتواجد داخل منطقة الجزاء، يتحمل المسؤولية المهاجمين. ولكن الشيء الواضح من هذه الصورة وأسلوب اللعب واضح أنه خطأ للاعبي الشق الدفاعي من خط الوسط. يعني ممكن أنك تتكلم مثلا ماتتش على سبيل المثال هنا، هذا هاي مشكلة. صحيح، يعني أنت مش مطالب بهذه اللحظة، يعني هو لاعب أو لاعبين من أتلانتا موجودين داخل منطقة الجزاء، 6 لاعبين من روما. يعني عشوائية فوضى، كثرة انتشار دون أي جدوى. إليك من جديد محمد حلمي راشد، روما مورينيو يخسر وأتلانتا يخرج فائزا هذه المرة، روما شكل الفريق بالموسم الثاني مع مورينيو، هل تعتقد أنه في تحسن أم أنه باقي على مستواه كما كان في الموسم الماضي، يتراجع يتذبذب الذئاب مع سبيشال ون؟ ماذا تصف روما الموسم الثاني؟ يوجد تحسن مع الفريق، يوجد تحسن بأفكار مورينيو، وأيضا لا ننسى أنه في صفقات جيدة جدا يجب أن تأخذ وقتها لدخول منظومة الفريق، رغم أنه في عدة صفقات مثل ديبالا مثلا دخل بشكل كبير جدا، وكان خسارة كبيرة ديبالا أنه أصيب في التمرين ما قبل المباراة، يعني في فترة الإحماء أصيب وغاب عن هذه المباراة، وهي مباراة مهمة جدا كانت لروما وبنفس الأهمية لأتلانتا، فلذلك شفنا أنه في تنافسية كبيرة جدا. كان يستحق روما نتيجة أفضل، لكن أخطأ مورينيو بعض الشيء في قراءة المباراة، لأنه استخدم كريستانتي واستخدم ماتيتش في وسط الملعب، يعني استخدم لاعبين في الدائرة هم من أهم المراكز عندما يلعب الفريق بالثلاث أربعة ثلاث، أهم المراكز في الدائرة أن تكون يكون لاعب حيوي، فلذلك هم اللاعبين بطيئين جدا، وهذا سبب الهدف المباشر بهدف روم بهدف أتلانتا بعدم التغطية، لكنه تصرف سريعا، وهذا شيء جميل جدا من مورينيو أنه تصرف سريعا، أخرج ماتيتش وأدخل مهاجم، أدخل بيلوتي، فهذا يوضح لك أنه مورينيو يبحث عن الفوز، يبحث عن تجميع أكبر عدد من النقاط في الدوري، وأيضا يمنح الثقة في كل لاعب موجود داخل أرض الملعب، فهذا نوع من التطوير أو التطور لدى روما مع مورينيو، لكن يحتاج الوقت. هذه الخسارة مهمة جدا، أن يضع اللاعبين يعني أقدامهم على الأرض ولا ترتفع سقف الأحلام بشكل كبير، أن يعرف كل لاعب ما لديه من أخطاء، يعني مثلا سبانزولا اللاعب لا يقدم بشكل جيد داخل أرض الملعب، لذلك عليه تطوير من نفسه بشكل أفضل،
هناك عدة لاعبين يعني مثل أبراهام حصل على عدة فرص لكن لم يستغلها، فبالتالي هي خسارة مفيدة جدا لروما جاءت في هذا الوقت. الشيء الوحيد السيء كان أنها في أرضه، لكن يعني جاسبريني عادة ما يسبب جوزي مورينيو. فريق جاسبريني بالمناسبة تلقى 7 بطاقات صفراء، 7 إنذارات للاعبي أتلانتا. على أي حال مستمرون معكم وتتابعونا بعد فاصل أول. ريال مدريد يهزم جاره الأتلتيكو في درب العاصمة الإسبانية ويواصل الصدارة بالعلامة الكاملة. أهلا بعودتكم من جديد. في إسبانيا حقق ريال مدريد انتصارا خارج ملعبه على جاره اللدود أتلتيكو مدريد في درب العاصمة الإسبانية. هذا هو الانتصار 6 لكتيبة أنشيلوتي بالليغا بدون أي هزيمة وبدون أي تعادل، ليواصل الفريق الملكي الصدارة عن جدارة واستحقاق حتى الآن. احصائيات هذه المباراة، الديربي بين المرينجي والروخي بلانكوس بلغة الأرقام والإحصائيات، ولنا عودة. طلحة من جديد، نتابع الأهداف بتقنية 3D ومن ثم سنعود ونشرح تكتيكيا أكثر عن المباراة بشكل مفصل عن الديربي. هنا تشاوميني يسكر على دريغو في العمق ويسدد على يمين الحارس. قبل الهدف طبعا هذا الهدف نصفه سجله فالفيردي بالانتقال طبعا من منتصف ملعبه، لا وصل تجاوز 5 لاعبين من أتلتيكو مدريد، تجاوز خط وسط أتلتيكو مدريد كله هو يجري بالكرة، ومن ثم تمريرة إلى مندي، ومن ثم عادت إلى رودريغو. قبل هذا الهدف رودريغو يسلم الكرة لتشاوميني ويذهب بالمساحة، وتشاوميني بكرة أكثر من رائعة. هذا الهدف لا يسأل عنه، يعني كل الأهداف أخطاء دفاعية، يعني ممكن الآن نتكلم عن أخطاء دفاعية موجودة بهذا الهدف، ولكن له عمل فردي أكثر من رائع. فينيسيوس جونيور تمريرة أكثر من رائعة لفينيسيوس جونيور من مودريتش. الكرة في منتصف الملعب وفالفيردي كان على مشارف منطقة جزاء ريال مدريد، قطع كل تلك المسافة ووصل وسجل الهدف الثاني. في شيء أكثر، انظر وين بتواجد، انتهى الموضوع، وما ذلك اللاعب جرى وظل يعني كمل. فورمة كبيرة لفالفيردي هذا الموسم. طبعاً فالفيردي من أبرز النجوم، من أبرز نجوم وسبب تألق ريال مدريد، لاعب جوكر بيلعب بأكثر من مركز، يمتاز في مهارات نسميها احنا مهارات رجولية على أرضية الملعب. على سبيل المثال لما نتكلم عن القوة بيتميز فيه عن غيره من اللاعبين. يعني فينيسيوس جونيور لا يتميز بهذا، فينيسيوس جونيور مهاري، هذا يمتاز بالقوة والتلاحمات الهوائية والفوز من المباريات الهوائية. عنده شخصية، عنده جرينتا. نعم، يتميز بالجريان بالكرة، يعني في لاعبين مع مميز بالجريان بالكرة، يعني على سبيل المثال دي بروين مميز سريع، ولكن الشيء اللي بيعمله فالفيردي هو يعني مش انه يطلق عليه سريع، لا، سرعة فائقة بالجريان بالكرة، لدرجة انه يتحدى 3 لاعبين لأكثر من مرة حصلت، يتحدى 3 لاعبين وهو بالكرة وجريان بالكرة، ومن ثم يغير المسار بشكل مفاجئ. سجل قبل أسبوع أعتقد هدف على طريقة ميسي أيضا. نعم، كهدف في مرمى ختافي. نتكلم معا عن شيء اسمه التسارع، السرعة موجودة عنده بالكرة والتسارع. تماما، هذه النقطة، السيطرة على الكرة أثناء السرعة. السرعة ومن ثم يتوقع يعني هو لما يغير مساره، يعني هو لما مشي بالكرة من 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 طرف الملعب إلى منتصف الملعب كان في 3 لاعبين من أتلتيكو مدريد في منتصف الملعب، غير المسار ومن ثم التسارع عنده كان سريع جدا. والسرعة من دون كرة، يعني في بعض اللقطات في في في, في مباراة أتلتيكو مدريد ودرب مدريد يسلم الكرة إلى مودريتش ويذهب لاستلام الكرة في مساحة لا يمكن أنه لاعب يوصلها بهاي السرعة. فاللاعب مميز بالتسديد، القوة وكل شيء. الشيء الوحيد اللي نقال أنه مش شيء مثالي مثل الأمور اللي ذكرناها عند فالفيردي هو التمريرات. نوعية التمريرات، نوعية الكرات القطرية مثلا، التمريرات الذكية، ما بقول أنها سيئة عند اللاعب، قد تتحسن في الأعوام المقبلة إذا اشتغل عليها كارلو أنشيلوتي هذا الموضوع. هذا اللاعب يصبح من أفضل لاعبي خط الوسط، يعني يصبح لاعب من طراز رفيع جدا بخط الوسط، لأنه يمتلك كل شيء.
هو الأمانة منذ مباراة زيدان التي جرت في السعودية والطرد الذي قام به تدخل إيجابي كان على لاعب أتلتيكو، كان ينظر له بأنه مستقبل كبير مع أنه لا كان لا يزال صغير، بس هو حتى الآن بالمناسبة اللاعب شاب، ولكن واضح أنه من اكتشافات الريال في ريال مدريد. معنا اسمح لي بس في ريال مدريد في موضوع جدا جدا مهم، اللاعب اللي يثبت نفسه في خط وسط موجود فيه مودريتش كروس تشاوميني من قبلهم كاسيميرو كامافينجا، في المقدمة موجود عندك بنزيما وفالفيردي، وموجود عندك هازار فينيسيوس جونيور ورودريجو، هذا اللي بيثبت جدارته بهذا المركز ويأخذ أحقيته بهذا المركز. معلومة جدا يعني فالفيردي أنا أطلقت عليه مرة يعني أيام زيدان إنه رجل المهمات الصعبة، فالفيردي بغيب عن التشكيل وهو أصلا من اكتشافات زين الدين زيدان، بغيب عن التشكيل مباراة لريال مدريد أمام منافس شرس، منافس خطير جدا، بتشوف فالفيردي بالتشكيل، وهذا الشيء اللي توارثه كارلو أنشيلوتي من زين الدين زيدان، وهذا دليل على أهمية هذا اللاعب وقدرته على استيعاب الكلام اللي يتلقاه من المدرب وتطبيقه على أرضية الملعب. تماما، نشرح أكثر تكتيكيا أبرز النقاط التي منحت الريال تلك الأفضلية على ملعب المنافس على ملعب الميتروبوليتانو. أول شيء أتلتيكو مدريد بدأ المباراة بشكل جيد، أتلتيكو مدريد يعني عمل شغل رائع جدا وعمل كثافة عددية بخط الوسط. لعب طبعا بثلاث لاعبين كندوبيا مع ديبول وكوكي موجود على الجهة اليمين. كوكي كان عمله أكثر من رائع في بداية المباراة بحيث أنه اللاعب من دون كرة يتواجد على الجهة اليمين يساند رينيلدو في عملية التغطية، وبنفس الوقت أثناء العمل الهجومي كان يقطع بشكل قطري ويتواجد خلف غريزمان. شيء آخر عمره سيميوني لعمل كثافي في خط الوسط هو عودة كلها من غريزمان وجواو فيليكس إلى منتصف الملعب، عمل الزيادة العددية، سيطر في بداية المباراة على منتصف الملعب، ولكن لكل شيء إيجابية وسلبية. سلبية هذا الشيء أن أتلتيكو مدريد في حال أنه وصول الكرة أو امتلاك الكرة كان هذا الموضوع يأخذ وقت طويل لحتى ينتقل بالكرة إلى منتصف أو إلى مشارف منطقة الجزاء، عشان هيك الهجمات الخطيرة كانت تسديدات من خارج منطقة الجزاء على الحارس كورتوا. هذا شيء مهم جدا. الشيء اللي يحسب لريال مدريد بهاي الأثناء أنه لم يتجاوب اللي هو المدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبين ريال مدريد مع انسحاب كل من فيليكس وغريزمان إلى منتصف الملعب، فاستمروا بالعودة وتمت تغطيتهم من لاعبين خط الوسط والمساندة اللي بتيجي من خط الهجوم. هذا عمل عبقري جدا بصراحة من كارلو أنشيلوتي، من أجمل المباريات التكتيكية اللي من بداية المباراة أنا بشاهد لكارلو أنشيلوتي. الموسم الماضي في بعض المباريات البداية تكون سيئة النهاية تكون جيدة، صحيح. هون البداية كانت رائعة، التجاوب وعمل الزيادة ومعادلة الموازنة تأتي من المهاجمين مش من لاعبي خط الدفاع. سيميوني حاول سحب الخط الخلفي للريال لم يتجاوب، لكنه هذه الحيلة لم تنطلي على أنشيلوتي أبدا لم تتجاوب، كانت التعليمات أنه الدعم يأتي من المناطق الأمامية، واستفاد من طبيعة سيميوني اللي أصلا سيميوني لا يتقدم بالثلاث قلوب دفاع، فالزيادة العددية أصبح فيها موازنة. النتائج الأداء كان جيد لأتلتيكو مدريد وريال مدريد لطالما النتيجة 0-0، ولكن الشيء اللي عمله فالفيردي يجب أن نوقف عليه، أنه استلم الكرة من هاي المنطقة معين في ظل وجود ثلاث لاعبين أمامه، مشي بالكرة لهاي المنطقة، تجاوز خمس لاعبين، تجاوز خط الوسط. مندي قام بعمل رائع طبعا بالتواجد بالمكان المناسب، تمريرة لمندي، رودريجو بالتواجد أمام مندي، ومن ثم كرة خد وهات وتسجيل هدف. بعد ما استقبل أتلتيكو مدريد الهدف الأول تشاوميني نعم طرب معنويا ونفسيا وأصبح ريال مدريد هو الفريق المسيطر. كما هي العادة فريق سيميوني يعني يتأثر معنويا بالرغم من كل تلك السنوات لسيميوني الرجل الشخصية القوية، وأتلتيكو شاهدنا انتقال لشخصية سيميوني وتأثر الفريق بها في مواقف عديدة مع هذا الرجل، ولكن بالنهاية عندما يواجه الريال تحديدا تشعر وكأن الفريق يفقد 50% من قوته الشخصية. الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن مباراة برشلونة وبايرن ميونخ تكلمنا عن هذا الموضوع، موضوع أسبقية. إنه موضوع الأسبقية وأن أنا أدخل مباراة خسران أو خايف كثير من الخسارة، التعادل من الممكن يكون لي شيء جيد وجميل جدا، هذا الشيء بالنسبة لسيميوني، هذا الشيء اللي يربك حسابات سيميوني. ولكن سيميوني هل الفريق يؤدي بشكل جيد بشكل عام؟ لا. هل الفريق مقنع على أرضية الملعب؟ لا. سيميوني من موسمين شوط واحد أنا شاهدته جميل اللي هو كان أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي بدور الأبطال. نعم، أذهب إليك محمد حلمي راشد، الريال لا يزال يقنع يتصدر، أنشيلوتي يبدو حتى الآن في موسم مثالي بعد الفوز الموسم الماضي بالثنائية بالدوري ودوري الأبطال، هذا الموسم يحقق الانتصار السادس على التوالي، تقريبا الفريق الوحيد في أوروبا الذي فعل ذلك حتى الآن
في الدوريات، والأتلتيكو هو الآخر يواصل الترنح مع تشولو سيميوني. أنشلوتي كعادته هو يلعب بتنظيم، يلعب بتوازن مع الفريق، وهذا شيء مميز جدا. يعني هي المثالية التي يظهر بها الآن ريال مدريد من ناحية النتائج هي مخيفة بعض الشيء، كان للجماهير أو للفريق، لأنه الخسارة قادمة لا محالة، يعني سيخسر الفريق بعض النقاط. لكن الفوز في الديربي بأداء مميز جدا، وأيضا الاستمرار بدون خسارة كان محليا وأوروبيا، هذا شيء جيد جدا، خاصة أنه الفريق يستخدم صفقاته الجديدة. الفريق خسر أهم لاعب يعني يحدث التوازن بالفريق هو كاسيميرو، مع ذلك تشاوميني الآن خرج بشكل ممتاز وقدم أفضل مباراة له، وقدم أوراق اعتماده كلاعب يستحق 100 مليون، وبكل صراحة هو يستحق أكثر من ذلك، لأنه لاعب جاهز. يعني ظهر لنا تشاوميني أنه لاعب جاهز يستطيع أن يلعب في المنظومة كأنه يلعب منذ سنوات، هذا شيء مميز جدا. أيضا استخدام يعني غياب بنزيما واستخدام اللاعبين بأدوار شبيهة لبنزيما كما فعل رودريجو، هذا شيء جيد جدا، يوضح لك أن الفريق يوجد هناك جاهزية ما قبل بداية الموسم ودخول الموسم بدون مشاكل، حتى أن الدفاع تحسن بشكل كبير، هذا شيء جيد جدا لريال مدريد. فيما يتعلق مع سيميوني وأتلتيكو مدريد، يعني كان غريب جدا أن يقوم سيميوني بتغيير أكثر من 6 لاعبين للمباراة السابقة، يعني خسارته أمام باير ليفركوزن بالتشامبيونز ليج، يعني غريب جدا أن يقوم بتغيير أكثر من 6 لاعبين في مباراة كبيرة كمباراة الديربي، وهذا كان واضح أن الفريق يعاني من التفاهم. يعني ثنائية فيليكس وغريزمان غير متفاهمة في المقدمة، أيضا في الوسط عانى الفريق، وما زال معتمد سيميوني على فكرة 3-5-2 واللي تتحول إلى 5-3-2، وهي فكرة بصراحة يعني لا تقدم ما يريد أو ما يمتلك الفريق من مواهب، ولديه مواهب، لديه أسماء جميلة يستطيع التعامل معها دييغو سيميوني. نعم، لكن بالمجمل يعني ريال مدريد مميز جدا، استحق الفوز وأتلتيكو عليه أقل من المتوسط أن يراجع أموره كثيرا سيميوني. مستمرون معكم وتتابعونا بعد فاصل أخير. بعد مرور 7 جولات على انطلاق البوندسليغا، الفريق المغمور يونيون برلين يتصدر الترتيب. مرحبا بعودتكم من جديد. في ألمانيا يتصدر الفريق المغمور يونيون برلين فريق البوندسليغا أو فرق البوندسليغا بسجل خال من الهزائم. في التوقيت ذاته يترنح حامل اللقب بالسنوات العشر الأخيرة بايرن ميونخ بعد هزيمته في الجولة الأخيرة أمام أوكسبورغ، ليتراجع البافاري إلى المركز الخامس. من جديد إليك طلحة، بايرن خامسا لكن لا خوف عليه باللحاق، هكذا يقول المنطق لأنه البطل في السنوات العشر المتتالية الأخيرة، أم أن ليونيون برلين ولبقية الفرق رأيا آخر هذا الموسم في البوندسليغا؟ طبعا بلا أدنى شك المشكلة موجودة في بايرن ميونخ قبل ما نتكلم، والتنافسية على المركز الثاني والثالث والرابع حاضرة في الدوري الألماني، ولكن المشكلة موجودة بقوة بايرن ميونخ المش منطقية في الدوري الألماني. صحيح، فإحنا بنتكلم عن المشكلة موجودة في بايرن ميونخ، ولكن الفريق هذا اللي صعد، يعني احنا متوقعين انه بروسيا دورتموند شالكا فريق اخر، يعني اللي عفوا مش شالكا لايبزيج على سبيل المثال، من الفرق اللي دائما مرشحها اذا وقع البايرن ميونخ، بايرن ميونخ يكون في فرانكفورت مثلا. اما يونيون برلين هذا الفريق على فكره اللي بقدمه حاليا مش صدفه بكل صراحه، الفريق من اول مباراه لعبها في الدوري الدرجه الاولى وهذا كان بموسم كورونا ابهرنا في الدوري الالماني، كانت زمان دوريات كلها موقفة، كان الدوري الألماني ونتابع الدوري الألماني، شو هذا الفريق بيخسر ولكن بقدم أداء مقنع على أرضية الملعب مع المدرب فيسكر، هذا مدرب رائع جدا، جريء أمام بايرن ميونخ أمام الفرق القوية، جريء، حضور جماهيري مؤثر جدا على الفريق، يعني هيجان جماهيري. نعم، ومن أجمل المباريات اللي أنا تابعتها الموسم الماضي بين دورتموند وهذا الفريق. أيضا كرنفال على مستوى جماهيري. نعم، جماهير والصخب الموجود أصلا في الدوري الألماني، هذا الفرق اللي مثل هيك معن لما تطلع وإحنا نقول عنها صدفة، بتنظر إلى الأهداف كيف يسجل الأهداف هذا الفريق،
معظم الفرق اللي في الدوريات الخمس الكبرى لما توصل لهذه المرحلة بشكل مفاجئ تبحث إلى أهدافها، بتشاهد أنه معظم أهدافها تأتي من الكرات الثابتة، ركلات جزاء، ضربة ركنية، ضربة ثابتة، ضربة حرة مباشرة. ارجع لهذه الأهداف، عمل جماعي، عمل محترف، هذا من الأهداف نسميه اللعب المفتوح. هجمة على أرضية الملعب تنتهي بهدف ضمن لاعبين وركائز أساسية ماشي بالفريق، ونتكلم عن دولاب ماشي بشكل متماثل بالفريق. إذن عمل منظومة جماعية من لعب مفتوح، وهو الأصعب أمام الفرق. لعب المفتوح سجل 15 هدف، 10 أهداف من اللعب المفتوح، 4 أهداف من الكرات الثابتة، وهدف سجل الفريق المنافس في مرمى. إذا بنتكلم هذا، أنا بالنسبة لي كيف يسجل مش مهم كيف يوصل، ولكن كيف يسجل كيفية الأداء على أرضية الملعب. لاعب بكير طبعا كمهاجم مبدع على أرضية الملعب، ترمل من اللاعبين الهامين على أرضية الملعب. و مع كل كروتشي. ذلك طلحة متفقين أنه بايرن سيكون بطلا في النهاية، في النهاية لكن المشكلة حتى الآن لدرجة أنه البعض وصل للحديث أنه الاستغناء عن نايجلزمان. نايجلزمان يفوز في دوري الأبطال، تختلف معه أنه تتفق معه بأسلوب مقنع غير مقنع، لكنه يفوز ولم تستقبل شباكه أهدافا. فاز على إنتر في ملعبه في إيطاليا، فاز على برشلونة بعد أن تفوق وصال وجال برشلونة، لكنه في الدوري المحلي غير مقنع. يعني تلك الأصوات وصلت إلى درجة المناداة بعودة الخبير العجوز يوب هاينكس مكان نايجلزمان. جملة اللي أنت تكلمت عنها، لعب في دوري الأبطال حقق نتائج على الرغم أنه ما أقنع، هي هي علامة الاستفهام. الآن كل جماهير بايرن ميونخ ترضى على نايجلزمان حتى لو كان مركزه عاشر في الدوري في أول 7 أو 8 جولات، ولطالما أنت بتحقق نتائج إيجابية وتقدم بشكل مقنع بدور الأبطال ما عندنا مشكلة. المشكلة أنك أنت فزت على إنتر ميلان، أي نعم كنت الطرف الأفضل ولكن تعرض مرماك لخطورة، وإنتر ميلان وصل لمرماك لم تقدم الأداء المقنع 100%. أمام بايرن ميونخ لا يستحق الفوز معي. برشلونة. أمام برشلونة لم يستحق الفوز. يعني أفضل لاعب بالخبرة. نعم. وفي الدوري بتقدم هاي النتائج. أنا مع يعني كيف لا نعطي العلامة الكاملة بسبب النتائج بدور الأبطال، ولكن شيء مهم آخر، الصبر على نايجلزمان. بايرن ميونخ لازم يستقر. لازم يجب أن يستقر هذا الفريق. يعني أنتوا استغنيتوا عن واحد. الصبر إلى متى؟ نعم. إلى مثلا منتصف الموسم، نهاية الموسم الثاني. نعم نعم، يجب أن يستمر مدرب 3 أو 4 سنوات. لكن الموسم الماضي دفع الثمن بخروج أمام فياريال على ملعبه في دوري. ممكن بيب غوارديولا يكون مدربهم ويخرج معه. أنت تعرف عقلية المشجعين الألمان. في شيء مع أن الفريق ما هو مختلف الوضع. الفريق بحاجة إلى استقرار. كان عندهم فليك أحد أبرز أو أفضل المدربين. لكن بسبب الصدام مع حميدتش. راح. كان عندهم بيب غوارديولا وبسبب الصدام مع الإدارة انتقل. وأنا الآن مضطر للانتقال والذهاب إلى محمد حلمي راشد لأن الوقت يداهمنا. محمد، يعني هل أنت مع الرأي القائل بالصبر والمزيد من الصبر لنايجلزمان؟ يعني لا يوجد إدارة الآن في دوريات الخمسة الكبرى ستقيل مدرب قبل المونديال. سيمنح جميع المدربين فرصة لحتى المونديال، لأنه ما بعد المونديال هناك ميركاتو. حتى اليوفي مع حلمي؟ حتى اليوفي؟ وللأسف هو اليوفي أولهم. يعني هاي مصيبة، يعني والله مصيبة. فالآن هو اسم تخيل ينتظر بايرن ميونخ. ففي حال نايجلزمان لما يتحسن من الآن للشتاء لبداية القسم الثاني، سيكون تخيل هو المدرب البديل. لأن نايجلزمان كانت نتائجه خادعة في دوري أبطال أوروبا بصراحة، لأنه إنتر ليس إنتر، فالفوز على إنتر لا يعتبر إنجاز كبير جداً. ضد برشلونة أنت تلعب في أرضك، لا يجوز أن الفريق أن يظهر في هذا الشكل. فهناك سخط كبير من جماهير نادي بايرن ميونخ على الفريق، وهذا الشيء ينعكس داخل الدوري المحلي. لكن يعني هي فرصة بروسا دورتموند أن يحسم اللقب هذا الموسم لصالحه. لا للأسف أنه الفرق في المقدمة الآن يتواجد هوفنهايم، فرايبورغ، يعني لايبزيغ، وفورسبورغ، وفيردر بريمن، اللي ممكن ينافسوا غير موجودين الآن، موجودين في أواخر الدوري. فهذا الشيء يمنح نايجلزمان راحة نفسية بعض الشيء أن يتعامل مع من أصل 21 نقطة، من أصل 21 نقطة لديه 12 نقطة حتى الآن الفريق البافاري بعد مرور 7 جولات. ولكن السؤال هنا عن يونيون برلين، لأنه متفقين تقريبا أنه بايرن سيعود وسيسيطر بعجالة بعشر ثواني. يونيون برلين هو فقاعة ستنتهي حال هوفنهايم قبل سنوات مثلا؟ هي مغامرة جميلة راح تستمر لأسابيع طويلة داخل البوندسليغا، أنه الفريق من 3 سنوات يعمل سويا مع المدرب والمجموعة. فهذه راح تكون مغامرة جميلة جدا، راح تفاجئ الجميع، واحتمال كبير أن نشاهده في الموسم القادم في الشامبيونز ليج. هذه المغامرة ستتضح ملامحها الملحمية، هذه المغامرة الملحمية عند نهاية
الموسم. شكرا جزيلا لك محمد حلمي راشد محلل البرنامج، كنت معنا عبر سكايب من عمان، وأيضا الشكر موصول لك طلحة أحمد محلل البرنامج هنا معنا في الاستوديو. نلقاكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. شكرا لك طلحة. العفو معي. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. هذه تحية مني أنا معن عمر ومن معد البرنامج محمد الجبور. إلى ذلك الحين في أمان الله.